قال بعض العلماء سجدة سورة صاد سجدة شكر تفعل خارج الصلاة وإذا سجد داخلها بطلت، هل هذا صحيح؟ نعم، سجد صاد سجد شكر لا شك، لكن من فرق بين الصلاة وخارجها فليس كلامه صحيحا، الصواب أنها تفعل في الصلاة وخارجها، ومن قال لا يصلى لا تفعل الصلاة فقد غلط، وصلى سجد النبي صاد عليه الصلاة والسلام وسجد فيها وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، فمن قرأها فالسنة يسجد سواء كان في الصلاة في الفريضة أو التراويح أو كان في خارج الصلاة، السنة له أن يسجد مطلقا حتى في الصلاة، ومن قال أنها تبطل الصلاة وأنها تدعو في الصلاة فهو قول غلط لا وجه له بالشرع مطلقا.